السلام عليكم، بهذا الفيديو جديد من لعبة فود درافت أول حلقة. وهون في عنا التشكيلات 4-2-3-1، 5-2-1-2، 3-4-3، 5-3-2، 4-3-3. حاليا أفضل تشكيلة عنا 4-3-3. زنتي. طبعا بهذا الدرافت تحدينا هو ان نفوز بالدرافت. امباب جيد جدا 97. هون عنا ويليام جيد، بنزيما يشبك مع امباب فرنسي، كوتينيو جيد، بابلو فورنالز هو المناسب عشان الكيمستري، كاسيميرو جيد بيشبك مع الاثنين، مودريتش حاليا بطلع بلانك، كنافارو بلانك طبعا، بوردينج مارولاس ابراهيموفيتش، ابراهيموفيتش الدفاع. يا جماعة انا بفضل بان هول، ابراهيموفيتش معنا ولا مرة جربت اللقاء. هون عنا فيليبي لويس هيك بالكيمستري، وعلى الحاس عنا ان شاء الله يطلعنا نيفوس لافونت جيد، نيفوس زيلر. هون عنا لوكاس هرنانديز، كان ابراهيموفيتش هيك من اس، ريتنج 90. على مبدأ الريتنج لاعب شختار، هون كمان على مبدأ الريتنج، توفيق برومس يورنتي، برومس عفوا المناسب برومس، 98 قل الريتنج. روبرتو فيرمينيو، ستيرلينج جيد، حابين ما بزيد تناغم بالمرة، كيمبمبي بشمك عفوا بشبك مع مبابي 97، حارس شمايكل مكان لافونت بقلة التناغم، كمارا ألفاريس دوري أسبانيا، هيجوين جوميش هيجوين هيك رتب البطاقات وارجعكم بأفضل تشكيلة ممكن. هيك بنرجعكم يا جماعة، أفضل تشكيلة هي 98 كيمستري 89 ريتنج، وبس نفوت على الدرافت إن شاء الله نفوزه. جيد جدا، لاعبين برازيليين، 5 فرنسي، 2 أيكون،
وسبعة من الليغا. يلا اسمع، أول مباراة ضد باريس سان جيرمان، لا تيبوس امبابي اجيبها، سيسي برومس مودريتش دقيقة 90، يا سلام. حاليا بالمباراة لا هدف، يس يس يا سلام يا سلام، 3-1 يا سلام. فريقنا قوي حاليا، نص النهائي ضد بايرن ميونخ، حاليا نتيجة 1-1، 2-1 لبايرن ميونخ، 3-1 خلاص، انتهت 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 للأسف. وياكم نكون وصلنا يا جماعة لنهاية الفيديو، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك واللايك والشير للمقطع، وبس مع السلامة.